السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عاشق الصيد، الاسم ديالي حسين. اليوم إن شاء الله في الفيديو هذا غادي تكون حلقة خاصة يعني كيف تصنع طعم اصطناعي. يعني هذا الموضوع، هذا الفيديو هذا خاص بالناس اللي تصيدوا واللي يعني تستعملوا أدوات اصطناعية صيد السمك مثلا بحال الشكل هذا. ان شاء الله غادي نوريكم يعني بكل الطرق والوسائل اللي تنستخدم انا ديما، وهي جد اقتصاديه. On this video I'm gonna show you how to make fishing lures from a basic simple ingredient to make a fishing lure. It's very it doesn't cost much, so just follow me and I'll show you step by step. Thank you for watching. As you can see, this is the supplies and products that I'm gonna use for to make the fishing lures. I ordered the supplies from Amazon, the coloring too, as well. And كيف ما تشوفوا، هذا الشيء هذا هو المواد والادوات اللي غادي نستعمل لصنع الطعم الاصطناعي. يعني جد بسيطه وغير مكلفه، وخديتها من امازون، يعني رخيصه. يعني ومساله اخرى اللي غادي نحتاج كذلك هي الميكروويف. The other thing that I'm gonna use is the microwave to heat up the plastic, soft plastic. كيف ما تشوفوا، هذا هو الميكروويف ديال اللي غادي نستعمل فيه باش نسخن المواد. ومنصح اي واحد يستعمل هاد الميكروويف ولا الميكروويف ديالو باش يسخن به الماكله ديالو، يعني غير صالح. اول خطوه غادي نبدا بها هي غادي نمزج هاد السيليكون، يعني البارت الاولى نخلطو مع البارت الثانيه. المهم، وغادي فاش نخلطو ان شاء الله غادي نخويه في هاد هنايا باش يعطيني واحد القالب باش يتصاوب مزيان. نخليكم مع الفيديو. تقوم بعملية التحريك ديالو. يمكن لكم تستعملوا القبص، اسهل حاجة الا كنتو بغيتو تعملوا بحال هادشي هذا، يعني طريقة سهلة هي القبص. انا تنستعمل هذه، يعني سهلة تقريبا. كما تشوفوا تنخوي. من بعد ما كملت خلطت حركت السيليكون مع بعضياته، غادي دابا نخوي على هذا. بحال هاد العملية هذه، أحسن تبدأ من الأخر. تشوفوا يعني درت الخليط ودرت المسائل. المهم، العمليه راه غادا دابا يعني تيحاول ينسجم مع بعضياته. يعني تقريبا تاخذ واحد المده باش يلا يعني تكون واجده ان شاء الله.
المهم دازت واحد تقريبا واحد ساعة هكاك باش وجد لي هاد المولد يعني القالب. Like you can see, it's been an hour, then my project is ready and to be used. And now I'm gonna try to take it slowly out. أنا هحاول نخرجه بشوية. Very gentle to get it out. And you can see it's solid mold. كما تشوفوا يعني جامزيان. نحاول نجبد. نخلي واحد الفراغ هنا. Very gentle. It's ready to be used. I come up with another idea, which is the drywall mix that you can use also instead of buying the silicone. كما تشوفوا كاين طريقة أخرى اللي استعملت وهي القبس. سهل في الاستعمال وغير مكلف مقارنة مع السيليكون. يعني جد سهل وبسيط. تحتاج واحد يعني كرتونة صغيرة مربعة. يعني سهل، طريقة جد بسيطة تتخلط. أنا نحاول نحيلو تبوا كما تشوفوا. شي خلي واحد لاطراس هنايا زوين يعني مزيان كان سي. Alright, now we're gonna move up to the next step, which is the other projects. مهم دابا غادي نمشيو للمرحلة الأخرى وهي يعني ملء هذا الفراغ هذا وصنع طعم اصطناعي. شكرا. أول حاجة نقوم بها هي تقولنا نحركو السائل. سنحركوه مزيان. First thing we do is mix this plastic fishing lures products. Shake it really, really good. Then I'm gonna use a Pyrex cup, which is like microwave safe. غادي نستعمل هاد الكاس هذا باش تيكون يعني قابل للسخونية ودرجة الحرارة. المهم غادي نخويكم. As you can see. I'm gonna use it for 30 seconds, half minutes. غادي نستعملو نص دقيقة تقريبا. The first advice that I will give you is make sure you use something in your mouth so that way the plastic is very strong. I don't want you to heal that in your lungs. أول حاجة بغيت نقول لكم هي الماسك ضروري تستعمل. عشان البلاستيك عنده واحد الريحة اللي تقدر تأثر لك على الرئة ديالك. يعني من نصيحة ومن يعني من جانب السلامة استعمل الماسك. البلاستيك look it's ready. I'm gonna stir it. غادي نحركه مزيان. Like you can see, the plastic is very strong, has a strong smell. هنا واحد الريحة اللي جد قوية. يعني من الأحسن الواحد يدير الماسك يستعمله.
نرجعه مرة أخرى. Same thing, half second. So it looks like it's already heat up. So this is very hot. So now I'm just gonna add the coloring. دابا غادي نخلط يعني الملون. دابا غادي نخلط الملون. كلكم تستعملوا اي لون بغيتو. الألوان بزاف تقدر تخلط بزاف الألوان. gonna put it back to heat up again. نرجع شوية تاني باش يسخن. Alright. So my product looks just ready. Like you can see. Same thing I would do here. Which time are you going to lay out, Jenny? See, the plastic is getting dry fast, so I'll wait like a couple minutes and you can see how this project is working. So I'll let it cool off for a couple seconds. It dry fast, so for a couple minutes, about like 15 minutes, we'll be ready. So the fishing lures is dry, so now I'm just gonna take it off.
كيف ما تشوفوا دابا المسائل راه نشفات، دابا غادي نحيد وحده بشويه بشويه. شوفوا كلك استعمل المقص باش تقطع تقاد الجناب بحال هكايا. الاستعمال ديالو سهل، نجيب صنارة فيشن هوكس كان بلا تير كلكم تستعملوا بزاف اكثر من مره، هذا تستعمل منه بزاف المرات ومجهد غير مكلف، وتقدر يعني كيف ما يقولوا توفر عليك بزاف ديال الفلوس، وخطره تشري وخطره تشري. يعني انا تنفضل نشري هذا احسن، تنصيد به اغلبيه. ممكن لك تستعمل اي لون، اي لون بغيتي تستعمل، بغيتي ديرو هنايا، بغيتي دير الزواق، دير البريو، يعني كاين بزاف ديال الطرق اللي يمكن لك يعني تستعملهم. انا درت غير هذه الطريقه هذه ببساطه باش يعني للتوعيه وللفهم والشرح لاخذ المعلومات لا غير. هاد الصور اللي درتهم يمكن لك تاخذ مقص وتقطع الجنب. You can use a scissor to make it perfect in good shape. Same thing with this one. Okay. هذا القبس اللي استعملت. This is a dry mix, so it's my first time using it. See how it's gonna turn out. Looks great, perfect. Self here. It's easy. You can take it off. Like you can see, it's simple, easy. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا ونشروا المعلومات من بين الاصدقاء ديالكم، وشكرا للمتابعه. I just want to thank you so much for watching this video. I appreciate you and I hope you learned something from this video. Why not you can try yourself at home. Thank you for watching. I appreciate you and have a great day. كيف ما تشوفوا العمليه كملتها. Like you can see, very similar. You can change the color, so you can see. كيف ما تشوفوا يعني كملت المسائل كيفاش بغيتي تركبها وتقدر دير هذه النبور. يعني طريقه جد سهله في الاستعمال. نتمنى تكون عجبكم هذا الشيء هذا، وشكرا مره اخرى. كيف ما تشوفوا هنايا الشيء هذا كريم، يمكن لي نستعمل هذا الا بغيت نستعمله. نقطعه بحال هكايا
شكراً.